مكملين مع حضراتكم، وزي ما قلنا كده هو اسبوع الدعم المنتخبنا الوطني. في كلامنا في كل حاجه عن المنتخب ان شاء الله هيكون بشكل ايجابي وشكل داعم كبير جدا للاعبين والجهاز الفني اللي نتمنى لهم التوفيق بامر الله يوم الجمعه القادمه. خليني ارحب بضيوفي النهارده، كباتن مصر وكباتن انديتهم، كابتن محمد مرعي نجم نادي الاتحاد السابق. كابتن محمد تحياتي ليك. تحياتي ليك. مبارك ايه؟ الحمد لله. الله يبشرك قوي الصراحه كابتن. احنا بنتعلم منك يا كابتن. منور. لا 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 بجد والله، ربنا يخليك حبيبي يا كابتن. ايضا واحد من نجوم الكره المصريه ونادي المقاولون العرب، احد ناشئي نادي المقاولون العرب والنادي المصري البورسعيدي، كابتن ايهاب المصري، واحد من الفراد المميزين الصراحه. ايهاب تحياتي ليك. حبيبي يا كابتن فاروق، وسعيد جدا بتواجدي مع حضرتك وكابتن محمد مرعي طبعا. ويعني يعني احنا لعبنا مع بعض، لعبنا ضد بعض ضد بعض ضد بعض. لا انا قصدي يعني في وقت واحد لحقت حضرتك في الاخر، بس طبعا من الفراود اللي انا كنت بتعلم منها كتير جدا، ان انا يعني نجوم اكتر، يعني حصل لي الشرف اللي انا في الفتره اللي انا كنت بطلع فيها اتفرجت على فراوده بمعنى كلمه فراوده، او مهاجمين بمعنى كلمه مهاجمين. طب ده جزء مهم جدا والله نبتدي نتكلم عليه. فكره الفرود، وزي ما انت شايف كده يمكن بقالنا في سنين الناس بتتكلم على المركز ده، فكره النواقص في بعض المراكز واهمها المركز ده، انت ايه الفرق ما بين الفراوده اللي ممكن كنت انت بتشوفهم وانت طلعت على اساس ان هم دول النجوم، سيبك مني انا خالص لان في حسام حسن، عماد متعب، عمرو زكي، مجموعه من النجوم الكبار مرعي، اكيد دول اثروا بشكل كبير في الكره المصريه. والوقت الحالي اكيد كل وقت ليه مختلف، وليه وقت زي ما بنقول كده امكانيات مختلفه وشكل مختلف بالنسبه لطريقه اللعب، لكن الفراوده اللي احنا بنتكلم عليهم ان هو يعني عنصر نادر في التوقيت الحالي، برضو شايفه زي ايهاب. انا معلش هبتدي معاه في الحته دي. انا هقول لحضرتك حاجه يا كابتن، يمكن انا رحت منتخب مصر في تصفيات كاس العالم 2010 وتصفيات كاس افريقيا مع كابتن حسن شحاته، كان المهاجمين اللي موجودين مين؟ كان عماد متعب، عمرو زكي، احمد حسام ميدو صحيح، محمد زيدان، كان احمد عبد الغني، محمد محسن ابو جريشه، احمد رؤوف، السيد حمدي، في الجيل في الفتره دي. يعني بص حضرتك انا بكلمك في الفتره بتاعت 2010، اسماء كان كلهم كبيرة. نجوم، وكل واحد في نادي مختلف، وفي كل واحد في نادي مختلف، واسمه هو في فرقته لا يعني حاجه محترمه، وفرقه كبير جدا وفرقه تقيل، ويقدر يشيل فرقته ويقدر يشيل منتخب مصر. كان في الجيل، في الجيل اللي انا لعبت فيه كان كده. الجيل اللي انا طلعت بقى واتفرجت عليه كان حضرتك موجود في النادي الاهلي، كابتن علاء ابراهيم طبعا، كابتن حسام حسن، عبد الحليم علي، كابتن عبد الحليم علي، كان في اسامي كبيره جدا، كان في كابتن سيف داوود في المصري، كان في يعني محمد شرف، كابتن محمد صلاح ابو جريشه، كابتن محمد شرف في الاتحاد، كابتن محمد صلاح ابو جريشه في الاسماعيلي، لا كان في كابتن ايمن محب انا حضرته وشفته في المنصوره، يعني كابتن طارق فهيم انا شفته برضو، عبد الله، كابتن عبد الله الصاوي، انا شفت الناس دي كلها، عبد اللطيف الدوماني، كابتن اكرم عبد المجيد، وليد صلاح. بص حضرتك اسامي في الفتره اللي هي التسعينات دي كانت اسامي كبيره جدا، وكان كلهم مهاجمين كبار، مهاجمين عندهم القدره. مش انت اتفرجتش على كابتن حسام حسن؟ لا ده طبعا كابتن حسام حسن، لا ده كمان من حلوان، يعني انا من حلوان وكابتن حسام من حلوان، فلا كابتن يعني حسام حبيب مرعي، لا بس كابتن حسام من يعني من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر في رقم 9، فمهاجم يعني انا بشوفه هو الافضل في رقم 9 في مصر. فلا احنا تربينا على اجيال وشفنا اجيال. طب ايه 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 المشكله في الوقت ده؟ هل يعني الفراوده، هكلمك الفراوده في الوقت الحالي بيقنعوا ايهاب مثلا في التوقيت ده؟ يعني موهبه زي محمد شريف هو الناس توسمت فيه خير وبالتالي يبقى موجود في منتخب مصر، لكن النهارده هو مش موجود في منتخب مصر. الراجل بيعتمد على مصطفى محمد اللي هو محترف، لكن احنا بنتكلم، انت بتتكلم على عدد كبير من اللاعبين، انت ذكرت اساميهم، احنا بنتكلم في واحد او اتنين. ليه مرعي من وجهه نظرك ليه واحد او اتنين بس اللي موجودين في التوقيت ده؟ يمكن فاروق ان يعني الاسماء اللي كان بيقولها ايهاب ديت ما كانش فيه الحاله الماديه العاليه قوي اللي احنا بناخدها دلوقتي، فانا شايف ان اللاعب المصري تكتر يا مرعي، كل ما اللعيبه تسمع فيه فلوس كويسه معلش، بس هو اللاعب المصري لما بيوصل لمرحله التشبع بيبدا اداؤه يقل. الفتره اللي فاتت دي او الفتره اللي بيتكلم عليها ايهاب ما كانش فيه فلوس زي دلوقتي. دلوقتي اللعيب بيلعب سنه اتنين تلاته بيبقى عنده تشبع مادي كبير جدا، يقدر يعمل مبلغ كويس جدا، يقدر حتى لو بطل كره ممكن يامن مستقبله بالمبلغ ده. فده اللي متهيألي ان هو بدا المواهب عموما تقل في الكوره عموما، يعني النهارده ما عندكش ابو تريكه، ما عندكش بركات، ما عندكش، عندنا مشكله كبيره جدا في المواهب بتقل، حتى انا في التدريب
النهارده اللعيب اللي بيصنع الفارق قليل جدا يا فاروق غير زمان. أوكي. ما عندكش الاسماء اللي ايهاب قالها دي، ما عندناش اربع خمسه زي صلاح يعني. ما انا بقول لك يعني انا بتكلم صلاح ده يعني اكسبشن يعني. لازم تطلع برضه في كل جيل هتلاقي في حاجه استثناء. بس خلي بالك برضه انا بقول انت بتتكلم، احنا عندنا جيل وصل نهائي افريقيا بغض النظر يعني، وان شاء الله يوصل لكاس العالم. وده برضه وصل اثنين نهائي افريقيا. الجيل ده وصل اثنين نهائي افريقيا كمان. انت بتتكلم قبل اللي هو قبل كاس العالم، هو وصلنا كاس عالم اللي كان مع كوبر. مع كوبر. مع كوبر. ايوه ما انت ممكن توصل، بس انت بتتكلم في مركز المهاجم. هو ده. ما هو كوبر وصل نهائي افريقيا وكان عندنا برضو كان عندنا ازمه في النقطه دي. يعني كان هو مروان كان مروان محسن فقط لعب ثلاث ماتشات كاس عالم. عمرو جمال لعب في تصفيات كاس العالم. كده اعتقد يعني كان باسم مرسي شويه. باسم طلع برضو طلعه جامده جدا، وبعد كده نزل بسرعه. مفيش الاستمراريه يعني. حسام حسن لعب، عملت استمراريه للاعبين اللي في المركز ده جدا. طبعا هي دي اهم حاجه، عشان في منافسه ما بيبقى معاهم. خلي بالك ما هو انت حسام، كابتن حسام مثلا ما كانش معاه، ما كانش لوحده، كان في فيليكس كوشري، علي ماهر مثلا، كابتن احمد بلال، كابتن محمد فاروق. يعني كان في اسامي ده كله ده يعني. وفي كل نادي كان بتلاقي كده يعني، وكانوا بيغيروا من بعض فاروق يعني. يعني حسام مثلا كان الكاس مثلا يجيب جون، يقول لك ده الكاس مثلا جاب جون، حسام يجيب جون. كنا نسينا كابتن الكاس طبعا. الكاس ده حاجه يعني ظاهره. انا لعبت معاه في الاتحاد ولعبت معاه في الاولمبي. حاجه فاروق يعني فوق الخيال. طبعا في الملعب الكاس ده كان كابتن احمد ساري في الملعب. كابتن احمد ساري. اسماء كتير. اسامي كبيره. طيب هنرجع ما دام احنا بنتكلم على الشكل العام للكره المصريه واللاعبين والمركز راس حربه، نتكلم على المنتخب الاول وبعد كده ناخد بعد كده كل التفاصيل الخاصه بالانديه. واحنا بنتكلم على البيراميدز والمصري في الكونفدراليه، لكن يهمنا الماتش اللي جاي منها مباراه السنغال مرعي. القائمه اللي تم اعلانها والنهارده بدايه المعسكر من خلال 10 لاعبين كانوا متواجدين النهارده من اللاعبين المحليين في التدريب النهارده. كل التوفيق ليهم ان شاء الله. هنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل وحديثنا عن المنتخب الوطني بامر الله. انطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كروش يوم الأحد استعداداً لمباراتي السنغال يوم 25 و29 من مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وتقرر أن يتدرب الفريق على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة لمدة 3 أيام وهي 21 و22 و23، ثم التدريب يوم 24 باستاد القاهرة للحفاظ على أرضية الملعب. وهتكتمل يوم الاثنين صفوف المنتخب بانضمام جميع اللاعبين المحليين والمحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد النني ومصطفى محمد وعمر مرموش، على أن يتم وضع برنامج تدريبي ليهم بسبب ضغط المباريات عليهم لتجهيزهم للمباراة. وهتصل بعثة منتخب السنغال للقاهرة يوم 23 من مارس الجاري لمواجهة منتخب مصر، وبتضم بعثة السنغال 35 فرد، فهتخوض أسود الترنجا ميران واحد باستاد القاهرة يوم 24 من الشهر الحالي. وغاب 8 لاعبين عن منتخب مصر رغم ظهورهم في القائمة أثناء المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، وهم أحمد حجازي وأكرم توفيق ورمضان صبحي للإصابة، ومهند لاشين ومروان داود ومحمد شريف ومحمود جاد لأسباب فنية. كمان تم استبعاد عبد الله السعيد بسبب قرار اللاعب بالاعتزال الدولي، بينما انضم 4 لاعبين جدد ما شاركوش في قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا، وهم محمد مجدي أفشا وياسر إبراهيم وعمر جابر ونبيل عماد دونجا، بعد تألقهم مع أنديتهم في الفترة الأخيرة وحاجة المنتخب لجهدهم. طيب مكملين مع حضراتكم. يعني اكيد احنا بنتكلم في كرة القدم المصرية ومنتظرين مباراة مصر والسنغال، لكن النهارده كان في مباراة هو كلاسيكو الأرض، ويمكن رونقه كان اختفى بشكل كبير في الفترة اللي فاتت نتيجة رحيل نجوم كبيرة زي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، عن أيضا ميسي عن برشلونة. ولكن طبعا الأمور كانت في الفترة اللي فاتت بالأخص النادي برشلونة كانت يعني بعيدة تماما عن المستوى اللي كنا بنشوف فيه برشلونة. لكن النهاردة من خلال كلاسيكو الأرض برشلونة النهاردة بيرجع لذكرياته الجميلة في كرة القدم الأسبانية،
وبالاخص طبعا في الكلاسيكو الخاص ما بين برشلونه والريال، وبيفوز على الريال في سانتياغو برنابيو 4-0 النهارده. يعني برشلونه متفوق على نفسه بشكل كبير. جزافي او جافي بيعمل النهارده مباراه العمر بالنسبه له، ومصالحه من خلال اللاعبين للجماهير الخاصه ببرشلونه بشكل كبير جدا، وسعاده اكيد كبيره جدا لجماهير برشلونه. 4-0 بالنسبه ليه مباراة اليوم، نتيجة كبيرة جدا على ريال مدريد النهاردة. طيب أنشيلوتي أكيد طبعا في حالة من الحزن والزعل بسبب هذه النتيجة. خلينا نروح للناقد الرياضي رامي أبو الوليد، وهو المتخصص في الكرة العالمية، وأخذ رأيه في مباراة اليوم. رامي تحياتي ليك. كابتن فاروق ازاي؟ ازيك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. إيه الماتش ده؟ هو ماتش غريب بصراحة. استنى استنى أنت زعلان ها؟ لا لا. أوعى. سنة برشلونة انا بقولك. لا بعدنا عن السكة الانتماءات دي. لا بس انتماءات بره مفيش مشكلة نتكلم فيها زي ما احنا عايزين، لكن هنا احنا محايدين. خلينا نتكلم محايدين طبعا. طيب ماشي اتفضل اتفضل. طبعا المباراة او النتيجة والنتيجة والاداء طبعا كانوا مفاجئين تماما. الهزيمة هزيمة ريال مدريد برباعية جاية بعد سنتين من الانتصارات المتتالية. صحيح. اللي بلغت 5 انتصارات من مارس 2020، والنهارده بتنتهي بعد سنتين بالتمام والكمال. لكن النهارده زي ما يعني نقدر نقول ان ريال مدريد او جماهير ريال مدريد دفعت ثمن غياب بنزيما، مش عشان غيابه هو كلاعب قد ما هو الغياب ده اكبر انشيلوتي ان هو يمارس عادته المفضله. لو رجعنا بالذاكره لحقبه انشيلوتي الاولى في 2014 او 2013 2014، اول كلاسيكو لانشيلوتي قرر انه يخترع، يعني يخترع ان هو حط راموس قلب الدفاع كارتكاز. فساعتها ريال مدريد ظهر بشكل غريب، واضطر ان هو ما بين الشوطين يغير الخطه وطريقه اللعب تماما، ويغير ويبدا الشوط الثاني بطريقه لعب غير اللي جهز ليها قبل الماتش. النهارده نفس الكلام بيحصل، ان هو في غياب بنزيما عنده 2 مهاجمين تانيين، طبعا هو واضح ان هو مش واثق فيهم، وبالتالي هنقدر نلومه على انه ازاي بتملك 2 مهاجمين غير بنزيما انت مش واثق فيهم، فابقيت عليهم ليه من اول الموسم؟ ليه ما بعتهمش؟ ليه ما خرجتش حد اعاره؟ ليه ما جبتش مهاجم تاني؟ طالما انت مش واثق فيهم، لانك اكيد مش هتعتمد على بنزيما طول الموسم في لحظه اصابه زي دي في ماتش كبير. لا وهو كمان بنزيما السنه دي متفوق على نفسه بشكل كبير طبعا. الامور بالنسبه لي بس ما ينفعش. يعني انت بتقول ان عدم وجود بنزيما هو سبب هزيمه ريال مدريد النهارده؟ بس مش هو كلاعب قد ما فكره المدرب ازاي يتصرف في غيابه. النهارده قرر ان هو يلعب بطريقه لعب مختلفه عن اللي اعتاد عليه. 4-3-3 كانت خطه ريال مدريد من فتره طويله. النهارده قرر ان هو يلعب بطريقه غريبه. هو لعب النهارده يعتبر بطريقتين. الطريقه الاولى في حاله الهجوم كان بيلعب 4-3-3 بس مش بمهاجم، خلى لوكا مودريتش اللي هو لاعب الوسط يلعب دور المهاجم الوهمي، وده دور عمره ما لعبه قبل كده. لا هو عنده الامكانيات التهديفيه ولا الطريقه، يعني قوه مودريتش انه يجي من تحت. النهارده يلعب دور مهاجم وهمي في مباراه كبيره، يعني انت حتى ما جهزتوش انه يلعب الدور ده في مباريات متوسطه او منخفضه شويه الحده، ان هو يعتاد على اللعب ده. تاني حاجة في الحالة الدفاعية كان بيلعب 4-5-1، بيخلي مودريتش هو المهاجم اللي بيدافع من الأمام، وبيلعب بالجناحين يخليهم يرجعوا مع الأظهرة إن هم يدافعوا، وفي نفس الوقت أحيانا بتتعدل 4-4-2، بيخلي كروس ومودريتش هم الثنائي الهجوم اللي بيضغط من الأمام. فإحنا بنتكلم إن في طريقة زي اختراعات حصلت النهاردة من أنشيلوتي، وفي المقابل تشافي بيلعب بطريقته المعتاده 4-3-3، بيلعب على الاستحواذ من اول دقيقه، وفي ثبات وفي معنويات مرتفعه لبرشلونه، وكانه بيلعب في ملعبه مش بيلعب في خارج ملعبه. مدرب واثق من نفسه، واثق من امكانياته، واثق من امكانيات فريقه. من اول لحظه باين على اللعيبه ان هي احنا النهارده هنكسب. في المقابل لعيبه تايهه من ريال مدريد بسبب ده انا عايز اقول لك حاجه رامي، يعني توقعت انا يمكن طبعا دخلنا الاستوديو ما بين الشوطين، توقعت ان ريال يرجع في الشوط الثاني يبقى في شكل مختلف. ما تخيلتش ابدا ان يعني برشلونه يحرز هدفين وان يبقى الشكل بنفس الطريقه في الشوط الاول. يعني يمكن انا شفت برشلونه في الشوط الاول برشلونه بتاع جوارديولا، يعني اللي هو عمليه التيكا تاكا والنقل من رجل لرجل والتحرك، عمليه الضغط من ريال مدريد ما كانتش بتنفع ابدا معاهم
في الشوط الاولاني بالذات، وده حاجه غريبه انا شفتها او بالزبط. يعني انا ما شفت الشوط الثاني، لكن الامور كانت اكيد يعني كانت المفروض تبقى افضل من كده لانشيلوتي في الشوط الثاني. زي ما اديتك مثال ان الكلاسيكو الاول لانشيلوتي في الحقبه الاولى ان هو اضطر يغير ما بين الشوطين الاختراع بتاعه، النهارده برضو عمل نفس الكلام باختراع جديد ان هو عمل ربكه في حسابات اللعيبه وفي خطط اللعيبه في طريقه اللعب، ودخل بالشوط الثاني بطريقه مختلفه تماما ان هو سحب اكثر من لاعب، حول ناتشو المركز الظهير الايسر لباك يمين، نزل طلع كارفخال، جاب ألابا قلب الدفاع يلعب باك شمال. احنا بنتكلم عن لعيبه بتتغير مراكزها، في اربع خمس لعيبه بتتغير مراكزها في المباراه نفسها، فده شيء غريب جدا. في ده بيعرفنا ان المدرب نفسه عنده ارتباك فني، ان هو مش عارف يعمل ايه بسبب غياب لاعب بحجم انشيلوتي كده يبقى عنده ارتباك، دي حاجه غير مفهومه يعني الصراحه. يعني بسبب غياب لاعب واحد حتى مهما كان مين، حتى لو عندك ميسي، حتى لو عندك كريستيانو، حتى لو عندك بنزيما، ايا كان اللاعب اللي يغيب، ياما فرق كبيره بيغيب عنها لعيبه بس انت ممكن تحس بتاثيره كتهديفيا، انت بتوصل بس مش عارف تسجل، لكن ما ينفعش تحس بتاثيره خططيا. صحيح ان صحيح. انت نفسك كمدرب مش عارف تعالج الازمه دي ان في لاعب غاب. على ذكر جوارديولا برضو احنا لازم نذكر جوارديولا بالخير، لان هو جوارديولا هو السبب اللي النهارده برشلونه عمله. ما زالت لسه بصماته يعني موجوده. طبعا طبعا تشافي هرنانديز كان في يوم من الايام لاعب لجوارديولا. صحيح صحيح. تشرب جوارديولا يعني يعتبر من المدربين اللي انا دايما بشوف من اهم مزاياهم انه لا يرحم الكبير وقت انهياره. لما بيلاقي فريق كبير بيقع قدامه يعني بيستقوى عليه او يستضعفه، يعني زي ما شفنا قدر يكسب ضيف ملعبه، قدر يكسب ريال، والمدربين ابتدوا يسيروا على خطاه. النهارده تشافي هرنانديز في تاي كلاسيكو دي بيقدر ان هو يكمل مسيره جوارديولا، ان انا ازاي اشوف ريال مدريد وفي نفس الوقت ما اقولش ده فريق كبير، لا ده انا هستغل ضعفه. صحيح. هستغل انهياره. وده اللي عمله برشلونه النهارده رامي، يعني طبعا بالضبط. نتيجه جميله، ولكل محبي برشلونه في كل مكان اكيد سعداء بهذا الفوز على ريال مدريد الغريم التقليدي بالنسبه لبرشلونه. بشكرك يا رامي، واكيد يعني انا سعيد شخصيا انا بالنسبه لي برشلونه يعني كانت دائما لما كان متواجد جوارديولا كانت دائما بنشجعها ودائما بسعد بيها، وجود ميسي طبعا كمان كان بيزود عملية المشجعين بالنسبة لبرشلونة، ولما بعد شوية إلى الأمور طبعا راحت في حتة تانية في كرة القدم والنتائج الخاصة ببرشلونة، لكن بتعود مرة أخرى من خلال مباراة مهمة وكلاسيكو موجود في كرة القدم العالمية وفوز كبير لبرشلونة. مين فيكو برشلونة؟ مين فيكو؟ أنا برشلوناوي وعندي تعليق حلو قوي افتكرته جوارديولا، وهو كان تشافي كان بيلعب فبيقولوا ترشح مين يبقى يعني يدرب برشلونه بعدي. قال لهم تشافي. جوارديولا اللي قال. جوارديولا اللي قال. بيسالوه. فقالوا له قريت التصريح ده يعني. قريت التصريح ده. فقالوا لي، قال لهم هو عنده حلول جوه الملعب في الكوره ما كان بيلعب. فهو اكيد هيبقى عنده حلول بره الملعب. الابداع نفسه. الابداع واللي بيحل اللوغاريتمات، كان الراجل طبعا هو بيلعب كان حاجه مش طبيعيه. عجبني قوي التعليق بتاع جوارديولا، وافتكرت بقى النهارده لما النهارده حلو بس انت برشلونه يعني واضح. انا مدريدي. انا مدريدي بس يعني ما اعتقدش اللي بنزيما. بنزيما عنصر مهم جدا في منظومه ريال مدريد الفتره الاخيره، ويمكن هو اللي شايل ريال مدريد بعد رحيل رونالدو، بس مش 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 الريال مدريد يعني مش ريال مدريد ما يحصلش ده في الوقت ده. لكن دي بدايه حقبه جديده لبرشلونه طبعا. الماتش ده هيفرق كتير جدا، ثقه بالنفس اللعيبه تختلف، هيفرق. وخلاص يعني الريال برضو ماشي في دوري ابطال اوروبا بشكل كويس وماشي في الدوري بشكل كويس. ممكن نشوف نجوم يعني بنفس قيمه رونالدو، كريستيانو رونالدو وميسي، سواء في النادي هنا بالريال او في برشلونه. اعتقد مع اللي بيحصل في برشلونه اعتقد هنشوف بدائل، وهنشوف مش ممكن ما يكونش على نفس المستوى مثلا يعني بيدري مثلا في كريم بنزيما مثلا دلوقتي. كريم بنزيما موجود اوريدي، بس انا اقصد ميسي موجود بس ما كانش واخد الوضع اللي هو فيه دلوقتي. هما فاروق في كريستيانو وميسي ظاهره غير طبيعيه في ايه؟ غير ان هما طبعا لعيبه فذة جدا، استمرارهم في ثبات المستوى في اكتر من 13 سنه. انت لعيب النهارده بيلعب ممكن 3 ماتشات في الاسبوع او ماتشين في الاسبوع، بيلعب دوري ساعات، يلعب ماتشات في المنتخب، يلعب تشامبيونز ليج،
الكلام ده كله المستوى بتاعه ما بينزلش، محافظ على ثبات المستوى، اصابات قليله جدا في حياته الكرويه. فطبعا دي اللي الظاهره اللي اكتر منها ان هم طبعا صلاح لو راح احد الناديين هناك ينجح. انا شايف ان فاروق يعني صلاح انا نفسي كمل في ليفربول. تعرف الكره يعني انا ميسي لما مشي من برشلونه انا حاسس ان هو نفسه يركب برشلونه. فهمتني؟ فالكوره قرف كده. انا شايف ان ليفربول صلاح لو كمل هو طبعا يعني عمل حاجات كبيره جدا، لكن لو كمل في ليفربول هيبقى بس على كمل في ليفربول ولا الدوري الانجليزي بشكل عام. الدوري الانجليزي قوي جدا يا كابتن، هو في فرق كبير جدا دلوقتي بين الدوري الانجليزي والدوريات كلها، وهو الدوري الاقوى. وصلاح لما يكون هو راجل هداف الدوري الانجليزي لمواسم متتاليه اعتقد ده يعني انجاز بيضاف لصلاح، ومحدش هيقدر يوصل للي يعمله صلاح دلوقتي في الدوري الانجليزي. لكن صلاح يعني لعيب كبير ولعيب محترف، فاكيد برده انت عارف حضرتك الامور الماديه هتحسم الامور كلها وهتحسم وجهه صلاح اللي جايه. لكن صلاح برده طموحه وتفكيره كلها في البالندور. وجوده في ليفربول هيساعده ولا وجوده في ريال مدريد او برشلونه؟ اكيد صلاح بيفكر في دي. وارد طبعا. فما هو تفكير صلاح والهدف الاسمى لصلاح دلوقتي هو البالندور. فوجوده في ريال مدريد هيزيد في نسب فوزه باللقب ده او برشلونه، هو هيحسبها. سواء عامه دلوقتي يعني في رولز جديده او قوانين جديده خاصه بالبالندور ممكن تبقى في صالح صلاح. يعني كانت ممكن الفتره لو كان دي موجوده في الفتره اللي فاتت في تغيير التوقيت بتاع التصويت والامور الخاصه بالتقييمات نفسها كان ممكن صلاح، لكن هي اتغيرت بقى ان شاء الله السنه الجايه تبقى مساعد يا رب. نتمنى له التوفيق، وده هياخدنا لنجمنا صلاح في المنتخب. تمام. يعني القائمه الخاصه بالمنتخب واحنا بنقول احنا داعمين يا محمد يا مريم، وفكره اي مكان هيكون موجود في الملعب احنا في ظهرهم ان شاء الله. طبعا. لكن نعمل ايه عشان نكسب منتخب زي السنغال من وجهه نظرك يا مريم؟ بص يا فاروق، ان انا متفائل بماتش السنغال. يعني ناس كتير بتقول لي ان احنا بعيد وان احنا هنخسر والكلام ده. انا شايف ان احنا نخسر. ان شاء الله او يعني ان انت لا انت ممكن او هتتعادل او ان الماتش صعب بالنسبه لك. انا شايف ان احنا ان شاء الله هنعمل ماتش كويس جدا. ان شاء الله الماتش ده بنعمل نتيجه ايجابيه، والماتش اللي هناك هنعمل حاجه كويسه، وان شاء الله نوصل كاس عالم باذن الله. دي قائمه عامه امامنا على الشاشه مرعي. كمل اتفضل. فانا بقول لك ان الـ 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 الراجل واصل فاينل في بطوله افريقيا، خسرنا بضربات الجزاء. المستوى اللي احنا ظهرنا فيه في البطوله ما كانش حد متوقع ان نظهر بيه. كله قال لك كان برضو معتمدين على الاختيارات، وما اختارش قفشه وما اختارش اللعيبه طارق حامد. طبعا عملت التحليل الاختيارات. يعني احنا انا مش عايزين نحلل النهارده الاختيارات. لكن انا شايف احنا بنتكلم على الحلول. انا بقول هتلعب امام منتخب انت لعبته من شهرين، منتخب متكامل يا كابتن، منتخب كامل، منتخب قوي، عنده امكانيات بدنيه وسرعات وفنيه عاليه جدا، ازاي تتغلب عليه؟ وخلينا بس نتفق على شيء، احنا لعبنا امام السنغال وده برضه هنكمل فيه بشكل فيه من الحذر على مدار اللقاء. هل الحذر ده هيبقى موجود بنفس الشكل وانت بتلعب على ارضك وعايز تكسب، وبالتالي هتفتح خطوطك بشكل معين؟ يعني امور كتيره جدا في الماتش، يعني الله يكون في عون كيروش. طبعا هو الوضع مختلف يا كابتن. اعتقد هتلاعب فرقه عندها حلول كتير جدا يا فاروق. انت الحلول اللي عندك غير الحلول اللي عندهم. هم عندهم حلول كتير جدا، لعيبه كلها محترفه في اجمد لعيبه. طبعا الماتش الفاينل هو لو كان جاب فيه جون في ابو جبل كان متالق طبعا ضربه الجزاء اللي شالها. لو كان السيناريو بتاع الماتش كان دخل فيه جون او حاجه كان هيبقى سيناريو يختلف تماما. الاول ما كناش هنوصل معاهم ضربات الجزاء. فاعتقد ان الماتش ده اكيد الفرقه برضو خدت خبرات منه. لعبنا ضد اللعيبه ديت، فانا شايف ان احنا برضو بكل احنا كنا تعبانين، لعبنا 3 ماتشات وقت اضافي. الماتش ده انت جاهز بدنيا نفسيا، الجمهور هيبقى لي عامل مهم جدا في الملعب. فان شاء الله باذن الله انا شايف ان احنا متفائل. انا متفائل. طيب اخد رايك برضو وهاب، ازاي تتعامل مع منتخب زي السنغال وتكسب مكسب كويس؟ مكسب كويس ده يريحك في السنغال يعني بشكل كبير. انا هاخد برضو من كلام كابتن مرعي، يمكن احنا في مباراه السنغال في نهائي افريقيا احنا لعبنا السنغال بعد 3 مباريات كان فيهم 120 دقيقه، كان فيهم حمل بدني، حمل فني عالي جدا، 3 منافسات قويه جدا، بدايه من كوت ديفوار والمنتخب المغربي والمنتخب الكاميروني.
كان في حاله ارهاق شديده جدا، حاله تعب، فاللي احنا نقدر يعني نوصل معاهم ل 120 دقيقه كان في خطوره في بعض الاوقات زي بدايه اللقاء وعلى فترات من اللقاء، لكن كمجمل اللقاء لا احنا ادينا اداء على المستوى الجهاد اللي كان عندنا والمستوى التعب اللي كان موجود عند اللعيبه. لا اعتقد ان احنا لا هو طبعا كان يعني الوضع المنتخب كان قتالي وبيقاتلوا بشكل كبير كان جدا، كان بعيد عن الفنيات، وده اللي هيفرق الماتش الجاي يا كابتن. يعني انا محتاج الروح القتاليه العاليه، محتاج الاصرار، الدوافع تكون عندي دوافع متساويه اكيد كل واحد من الفريقين عندهم، لكن انا لازم الدوافع تكون ازيد، استغل زي ما كابتن مرعي قال، استغل العامل الجماهيري معايا، الجماهير والاستاد كمان، خلي بالك استاد القاهره استاد من الاستادات اللي يمكن بالنسبه للمنتخبات الافريقيه مرعب يعني طبعا. فالبدايات بتفرق يعني البدايه في وسط 60 70 الف متفرج في استاد القاهره اعتقد لو بدينا بشكل قوي جدا بشكل ضاغط على المنتخب السنغالي وقدرنا نحرز هدف مبكر اعتقد ده هيشيل يعني رهبه كبيره جدا من عند لعيبه منتخب مصر، هيسبب قلق ورعب حتى لو هم لعيبه كبيره ومحترفين لعيبه المنتخب السنغالي، لكن حضرتك اكيد عارف وكابتن ماري عارف اللعب في استاد القاهره في وسط ال 60 70 الف متفرج ليه طابع ثاني عند اللعيبه الافارقه بالاخص، كمان بيبقى في حاله قلق شديد جدا. الالتحامات في بدايه اللقاء لازم اللعيبه تكون مركزه بشكل كبير، تاخد الالتحامات دول بالذات لازم لازم القوه البدنيه تكون من بدايه اللقاء، لازم احسس اللي قدامي اللي انا عايز، لازم يكون عندي الرغبه اعلى، الرغبه اقوى عندي، فده اللي ان شاء الله باذن الله هنكون شغالين عليه. الراجل اكيد احنا بنلعب منتخب السنغالي من المنتخبات القليله كابتن اللي انت تشوف عنده نقط ضعف او عنده نقط سلبيه بشكل كبير. صحيح صحيح، وانت بتكسب مش عايز يخش فيك هدف، وبالتالي التشكيله نفسها وانك تبقى بتهاجم بعدد كبير وفي نفس الوقت عمليه الدفاع عندك تبقى محكمه، ده برضو جزء مهم. هاخد التشكيل طبعًا منك كابتن مرعي المتوقع من وجهة نظرك برضو من إيهاب، ولكن خلينا هنطلع لفاصل، عندي تقرير مع نجوم الكرة بنادي الإسماعيلي وجماهير أكيد اللعيبة على أعلى مستوى ونجوم كبيرة طبعا هم النجوم سابقين في نادي الإسماعيلي ورأيهم في مباراة المنتخب القادمة إن شاء الله، يعني نتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا وده الأهم إن شاء الله. طبعا تحياتي ليك ابو حميد وتحياتي للكباتن في الاستوديو. اكيد طبعا المباراه كانت مهمه جدا، اعتقد ان هي كانت المنظومه كلها كانت مشدوده في اسماعيليه، مباراه كانت مهمه جدا، لو كان في اي نتيجه تانية اعتقد كان هيبقى الامور صعبه جدا جدا والناس كانت كلها حاسه بكده. الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا، ودي هتبقى فعلا بدايه لان العصبيه هي اللي موصله برضو الفريق للمستوى اللي موجوده، مش بس الفريق، المنظومه كلها عصبيه بسبب الاسماعيلي وكبر اسمه وفريق مطلوب منه يعني دايما بيبقى متواجد في الصفوف الاولى يعني لما يبقى الوضع كده. بس طبعا بنتكلم وعارفين يا ابو حميد الوضع ده بقى له سنين بقى له فترات، فبس هو احنا عايزين كلنا الناس كلها تهدى ونشتغل الفتره الجايه ونبني على المكسب اللي حصل دوت ان شاء الله عشان بعد التوقف، لان الامور لسه صعبه. بالارقام وبالتحليل مفيش حد في مصر كلها مش عارف قوه فريق السنغال، يعني فريق متمكن، فريق قوي جدا جدا، عنده عناصر يعني قوية جدا، عنده بدايل أقوى، فأنت بتتكلم لا فريق قوي جدا جدا. لكن منتخب مصر إحنا بنتكلم على ثقتنا في لعبتنا، بنتكلم على عندنا مدرب متمكن برضو كروش مدرب كويس جدا جدا جدا، وعندنا ثقة أنه هيعرف يتعامل، عندنا لعيب من أحسن لعيبة في العالم دلوقتي ما بيلعبش لوحده، ولازم نبقى عارفين ان محمد صلاح مش عايزين نحط عليه كل حاجه، لكن احنا 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 فريق بيقابل فريق، والفرق ما بتكسبش بلعيب، بتكسب بجماعيه وبتكسب بمجموعه، لكن هو دوره كبير واللعيبه كمان. احنا اتغلبنا من السنغال بفرقتها القويه جدا دي، وكان عندنا مشاكل وكان عندنا ايقافات وكان عندنا اصابات ضربات جزاء، الحمد لله كسبنا، يعني الحمد لله مكسب في الجوله 13
محزنه شويه بالنسبه لنا وبالنسبه لنادي جماهير نادي الاسماعيلي. مش ده الوضع اللي الجماهير عايزاه ولا لاي واحد منتمي لنادي الاسماعيلي، مش ده الترتيب بتاع النادي الاسماعيلي ولا ده الاداء، ولكن احنا في ظروف لازم نمر بالظروف اللي احنا فيها زي الموسم اللي فات، ولكن اعتقد ان في تكاتف لازم يكون موجود وفي مسانده ودعم اكتر من الموسم اللي فات. طبعا حمد من ابن من ابناء النادي وكلنا عارفين حمد وعارفين شخصيه حمد، نتمنى له التوفيق في المهمه الصعبه جدا جدا، يعني هو جاي في ظروف صعبه جدا ولكن ربنا يوفقه فيها ان شاء الله بمجهوده ومجهود الجهاز المعاون اللي معاه. المباراة الأولى بتبقى في غاية الصعوبة عن المباراة الثانية، يعني أنت علشان تسهل لنفسك المباراة الثانية هناك لازم هنا إن شاء الله ربنا يوفقك تكسب بفوز مريح. في متغيرات في المباراة الثانية أهمها طبعا التحكيم، وإذا كان الملاعب المفروض أن الملاعب في أفريقيا دلوقتي اتحسنت شوية، الجو برضو ممكن يكون عامل هناك ضدك برضو، فإن شاء الله نخلص المباراة الأولى هنا وإحنا قادرين إن شاء الله بإذن الله. بالتأكيد إحنا مش فرحانين بس عشان المكسب، يعني هو المكسب وعودة الروح للعيبة. الماتشات اللي جاية إن شاء الله يعني ماتشات مهمة، الموقف لسه النادي الإسماعيلي في خطر ولسه في المركز الأخير، إنما الفوز على الاتحاد في اسكندرية والروح اللي كانت موجودة بين اللعيبة في المباراة دي يعني إدت اطمأنينة كبيرة جدا لجماهير النادي الإسماعيلي وإدت كمان ثقة للعيبة في نفسها. يعني أولا الكابتن حمد إبراهيم مش غريب عن النادي الإسماعيلي ومش غريب عننا، وهو ابن من أبناء النادي الإسماعيلي وتحمل المسؤولية في ظروف صعبة أكيد يعني على أي مدرب، إنما هو تحملها بشجاعة، وطبعا كلنا خلف الجهاز الفني بقيادة كابتن حمد ومجلس الإدارة واللعيبة. يعني خلينا نتفق الأول إن مباراة صعبة جدا، فريق السنغال من الفرق الكبيرة جدا في أفريقيا وعنده عناصر محترمة جدا وعناصر كتيرة قوي وفريق صعب، إنما كلنا ثقة إن شاء الله في لعبتنا، كلنا ثقة ان اللعيبة بتاعتنا بتظهر في المواقف الصعبة والمواقف البطولية ان شاء الله. والماتش اللي جاي حلم اكتر من 100 مليون مصري ان شاء الله ان احنا نتأهل لكاس العالم. والله طبعا حاجة تحزن، يعني ان نادي اسماعيلي تاريخه عمره ما وصلنا في الموقف ده، انما معلش يعني هي برضو اخطاء برضو مجالس ادارة، ان كانت فيه برضو الصفقات ما كانتش هي برضو، لان برضو اي نادي بيلعب بصفقاته، انت معاك لعيب كويس اي مدرب ممكن يشتغل معاه، معاك قماشه تعبانه ربنا يتولاك، خد بالك؟ فاحنا برضه النادي الاسماعيلي لازم كلنا نسنده ونهدى، يعني المواقع تهدى والاعلام يهدى، نستنى ربنا كرمنا ماتش اتحاد اسكندريه ماتش صعب وكسبنا فيه 3 بونت. وحمد ده مدرب كويس، ده ابني انا مربيه، حمد ابراهيم مدرب كويس. يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله احنا انا متوقع ان شاء الله باذن الله نكسب باذن الله. النتيجه كام؟ دي في علم الغيب، مش بقول لك مثلا نكسب 2-3 كان ما ينفعش، حسب ظروف الماتش وحسب الفرص اللي هتجيلك هتستغلها صح ولا لا. انت ممكن تجيلك فرصتين ثلاثه ما تستغلهمش صح، وهم يجيلهم فرصه اي نص 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 فرصه يجيبوا جون، حيل بتاعت ربنا. بس انا كمصر بنلعب بحماس ورجوليه واستعداد. النادي الاسماعيلي ماشي الفتره الاخيره وحش جدا جدا، بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى بعد ماتش الاتحاد للنادي الاسماعيلي يقف على حيله ان شاء الله، وناخد كل ماتش بماتشه. انا شايفها ان شاء الله اللي ربنا يكرمنا ان شاء الله في الماتش في المباراه الاولانيه، احنا عندنا نجوم كبيره على راسهم محمد صلاح، يقدر ان شاء الله باذن الله نقدر نكسب استنغال مكسب كويس ان شاء الله باذن الله، عشان نروح يبقى الماتش الثاني يبقى سهل بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله. احنا عازلنا اجيال من 69 واحنا بنشجع الاسماعيلي وهنموت نشجع الاسماعيلي، بس في حاجه انا عاوز فريق يلعب كوره، مش فريق بس اسم اسماعيلي اوانطا والدور اخير. ايه المركز الاخير يعني بيه؟ الاسماعيلي كان تمام بينافس على الثاني الثالث وبياخد بطولات، هو راح فين الاسماعيلي؟ خدوا فرصتهم وقليل لما حد بيلاقي الفرصه ديت. ما في ظروف صعبه ماشي ما جراش حاجه، بس احنا لازم نقف جنبه، هم ولاد الاسماعيلي ولاد البلد، وهيدوا كل اللي من عمر ما حد هيأثر في حق الاسماعيلي، سيان حمد او اي حد يجي بعد كده ولا حتى اللي مشي، فان شاء الله ينقصوا بالروح بس، وان شاء الله رب هم دول الروح بس، ما هم اساسا الاولاد كلهم مش ابناء الاسماعيلي، مش من مدرسه الكوره بتاعت الاسماعيلي، فلازم نعذرهم. الجزء الاخير ده
رفع من الروح المعنويه للاعيبه، واللاعيبه بامانه بامانه الماتش ده كان بيلعبوا بكل حماس بكل قوه، وربنا حقق لهم ما ارادوا ما ارادوا. وانا عايز اقول ان الاسماعيلي مش نادي بنشجعه، ده الاسماعيلي ده 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 ده, ده وطن بنعشقه. اسماعيلي نادي كبير، وفوز على النادي الاتحاد الماتش اللي فات ده يدينا دفعه كبيره. هم بس كانوا محتاجين مكسب في الاول، عشان المكسب بيجيب مكسب بس. ف هي بس اللعيبه كل ماتش بتنزل مضغوطه بسبب اللي هم المركز الاخير، والجماهير ضاغطه عليهم كل يعني في كل الماتشات وكده. وبس ربنا يكرم ان شاء الله يعني في الماتشات اللي جايه. الفوز الاخير ادانا دفعه معنويه كبيره، واحنا بنطالب كابتن حمد والجماهير ان هي تصبر على النادي الاسماعيلي كويس. النادي الاسماعيلي كبير، هو في مكان مش كويس طبعا، بس احنا ما مش بايدينا حاجه نعملها غير ان احنا نقول يا رب، فاهمني؟ ده حاجه. حاجه ثانيه، احنا بنقول لجماهير الاسماعيلي تصبر على النادي شويه. النادي الاسماعيلي كسب الماتش اللي فات، دي دفعه معنويه كبيره. ان شاء الله اللي جاي هيبقى كويس للنادي الاسماعيلي. الموقف صعب السنه دي، الفرق كلها في تدعيمات طبعا، الامكانيات الماديه الاسماعيلي عليه مليونات كتير، ومحتاج نظره من السيد المحترم الوزير اشرف صبحي وجميع رجال الاعمال في اسماعيليه الوف جنب النادي الاسماعيلي. مصر كلها عارفه الاسماعيليه بلد الكوره، وبنحب الكوره وبنعشق الكوره. فمن اول اصلا بقالنا سنتين واحنا بنعاني، مشكلتنا مش في المكسب، احنا عارفين كده كده الاسماعيلي بامر الله راجع مع طبعا الكابتن حمد، واسماعيليه كلها بتدعمه. مفيش حد يقدر يقف قدام كابتن حمد في حاجه، ده اللي احنا عايزين نوصله له، ان البلد كلها وراك. طيب مكملين مع حضراتكم. كابتن محمد مرعي، كنت طلبت منك تشكيل متوقع في ظل حاجتك للفوز كمنتخب، وان في نفس التوقيت ما يبقاش فيه اي مشاكل دفاعيه ممكن تخليك ممكن يجي فيك هدف ويصعب عليك الموقف في المباراه الثانيه. هو التشكيل يعني اعتقد ان احنا هنجمع عليه. يعني انت عندك يعني طبعا حجازي متعور، طبعا الشناوي لا جدال عليه، ابو سليم، عندك محمد عبد المنعم والوينش، وعمر كمال عبد الواحد، واحمد فتوح، وحمدي فتحي، وعمر السليه، والنني، ومصطفى محمد، وعمر مرموش، ومحمد صلاح. يعني دول انسب ناس ان انت تريزيجيه ما يبتديش. لا، بعد الفتره اللي فاتت اللي قضاها في الدوري التركي واستعد الى حد كبير من مستواه. وعمر مرموش على فكره ماشي كويس جدا. اه انا متابعه، لسه جايب جون حلو قوي في الدوري الالماني. فيا عمر مرموش يا تريزيجيه، خلي بالك لما بيبقى عندك الدكه برده فيها حلول، ده مهم جدا. اكيد اكيد طبعا، يعني برضو دي حاجه كويسه للمدرب ان هو ما غامرش كل اوراقه كلها في الـ في الـ في الماتش. لو عندك حلول بره زي تريزيجيه، الحلول التانية دي تبقى ده يضمن لك انك تبقى بكثافه هجوميه موجوده كبيره، وفي نفس الوقت تقدر وفي نفس الوقت مأمن نص ملعبك. طبعا عندك الثلاثه الديفندرات دول بيقفلوا لك نص الملعب، وعندك الثلاثه اللي قدام دول عندهم حلول هجوميه كويسه جدا. ايهاب برضو لو عندك تشكيل. هو انا متفق يعني متفق اكيد على التشكيل، لكن ممكن هو الراجل يعني هجوميا ممكن يحط بيستخدم تريزيجيه 8. تريزيجيه في حاله فنيه وبدنيه دلوقتي تسمح له اللي هو يعمل الدور الدفاعي والدور الهجومي، ويبقى عندنا زياده هجوميه لو خد هو ناحيه ثالث في نص الملعب، يعني ثالث في نص الملعب، ويعمل الزياده الهجوميه من ناحيه الشمال ويضم مرموش. نجحت لما كان موجود ولا ما كانتش ناجحه في الاول عشان ما كانش جاهز، لكن في الاخر يا كابتن مثلا في مباراه المغرب، في مباراه الكاميرون والسنغال، بدا يستعد ولو جزء بسيط. لكن هو بعد ما فتره الاعاره اللي طلعها اعتقد فايدته كتير جدا، بيأدي بشكل كويس، احرز اهداف مع فرقته، فهو دلوقتي بقى بدنيا وفنيا جاهز، فانا ممكن اقدر استخدمه في النقطه في المنطقه دي. نقلق من مين منتخب السنغال يا كابتن مبارك؟ ايه رايك في السؤال ده؟ نقلق من مين ولا من مين قصدك؟ لا يعني اكيد في لعيبه هي بتعمل فارق للمنتخب. فاروق انت عندك يعني أسمع. عندك طبعا ماني، طبعا لعيب جامد جدا، اللعيب اللي انت قلت لي عليه في الفاصل اللي هو الوينج رايت اسماعيل صار. اسماعيل صار ده لعيب كويس جدا، ده غير كولوبالي طبعا صخر الدفاع منتخب السنغال. انا بقول لك يعني لعيبه انت لو هتشوف هتقيم كل واحد بواحد، وكل واحد طبعا فرقه، لكن انا شايف يعني دي القائمه الخاصه لمنتخب السنغال. اتفضل. يعني لعيبه جامده جدا من اول الجون، بيلعب في تشيلسي، ليفربول، باريس سان جيرمان، الميلان، اولمبياكوس، نابولي، نانسي الفرنسي.
ايا كانت الاسماء يا كابتن، هم ما شاء الله اسامي الانديه اللي فيهم، لكن امكانياتهم داخل الملعب، امكانياتهم داخل الملعب جامده جدا. بس انا زي ما اتفقت مع ايهاب برضو، عامل الجمهور والروح القتاليه اللي هنبدا بيها الماتش ده، هو الماتش ده شوطين يا فاروق، شوط في مصر وشوط في السنغال. طبعا فلو ربنا كرمنا في الشوط اللي في مصر ده عملنا نتيجه ايجابيه، هتفرق معانا كتير جدا في الشوط التاني اللي هناك. برضو نفس السؤال يعني اقلق من كتير في يعني احنا شايفين يعني في ساليو سيس انا قلت لحضرتك عليه، كمان في طبعا ساديو ماني الباك ليفت، وده وجود صلاح عليه كمان يا كابتن يعني بيقلل كتير جدا من خطورته، وممكن نستغلها دي، ممكن دي تكون حاجه في صالحنا احنا، لان هو لو عنده انطلاقات يعني هيقدر صلاح يستغلها لو في التحولات بتاعتنا اللي احنا نلعب من ورا ساليو ساليو سيس. فاعتقد يعني ان شاء الله باذن الله يعني نقدر نتعامل مع اللقاء. بس اللعيب اللي ممكن انت يعني بتختاره ان ممكن نقلق منه؟ لا لا ده عنصر ده عنصر، لكن عندنا الثلاثي ساديو ماني واسماعيل اسار وميندي في نص الملعب وكوياتي، يعني لا في عناصر. هو انا بشوف ان خط دفاعهم قوي جدا ووسط قوي جدا جدا، انا بشوف ان اقل واحد فيهم من وجهه نظري المهاجم ده رقم 9 اللي هو الطويل ده، ما ممكن يكون محطه فاروق، ممكن هو يكون هو بيستخدمه كمحطه، هو بيستخدمه عشان اسماعيل اسار وعشان ساديو ماني يعني اليو سيسي يعني بيستخدمه بالشكل ده. لكن برضو يعني بس ما شاء الله يعني لا يعني وحش. كان سؤال غريب اللي اسالك صح طبعا. طيب خليني بس يعني نتمنى بس احنا هنعمل نتيجه ايجابيه، وافتكر افتكر كلامي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الماتش هيبقى صعب مش سهل خالص، ومدار اللقاء نفسه السيناريوهات هتبقى مختلفة في كل دقيقة بتعدي في المباراة، ولازم يعني كروش يكون مذاكر كويس ومحضر واكيد مباراة النهائي يعني اكيد يكون اكيد اخد حاجات منها كتير مع المنتخب ده. طبعا طبعا. طيب طبعا. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا ونبارك لبعض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب هاخدكم بس ماتشين النهارده في الكونفدراليه، مصري وبيراميدز، ورايك في الماتش النهارده او الماتشين يا كابتن؟ المصري طبعا بيواصل تالقه الافريقي على عكس المستوى المحلي، المصري في افريقيا بيأدي بشكل كويس جدا، متصدر لمجموعته النهارده بعد الفوز على القطن الكاميروني احد الفرق الكبيره والعريقه في القاره الافريقيه، وكان ليه صولات وجولات في دوري ابطال افريقيا. يمكن في مهاجم النهارده لعب قدام النادي الاهلي اللي هو داوودا كاميلو، لعب قدام النادي الاهلي في 2008 المهاجم او 2000 البطوله النادي الاهلي اللي خدها من القطن الكاميروني، داوودا كاميلو ده كان مهاجم القطن الكاميروني ومهاجم النيجر، فده يعني من العناصر الخبره اللي في الفرقه. لكن النادي المصري عمل بطوله لحد دلوقتي كويسه جدا، عامل انجاز من وجهه نظري، لان هو بيتصدر المجموعه على مازيمبي والقطن الكاميروني ويتغلب على مازيمبي هنا في القاهره. بس القطن مش القطن يعني مش إيه؟ القطن الكاميروني لا ما هو يعني هنتكلم فنيا يا كابتن، لا ولا مازيمبي هو مازيمبي صحيح، ولا القطن هو القطن. انا شفتهم يعني شفت مش دي الفرقه شفت المباريات لا بتلعب وبتوصل نهائي يمكن النهارده القطن الكاميروني مازيمبي النهارده بيتعادل مع اوتوه اوتوه ده من يعني من الفرق القليله في المجموعه او اقل فرقه في المجموعه، لكن بيتعادل مع 2-2 هيصعد. المباراه الجايه عنده النادي المصري في ملعبه، لكن مش هو مازيمبي بالقوه الكبيره، مش هو مازيمبي اللي كان مرعب للقاره الافريقيه كلها. لكن النادي المصري لازم ياخد حقه، معين الشعباني عامل انجاز في بطوله افريقيا، بيحاول في يعني من خلال الظروف اللي اتحط فيها الراجل بيحاول يشتغل في اصعب الظروف، لان النادي المصري او لعيبه النادي المصري ما اتعودتش اللي هي تلعب كل 48 ساعه يجي من سفر يخش يلعب في الدوري أفريقيا. فهو بدا يعمل روتيشن بشكل كويس، لعب بتشكيل مختلف في الدوري صحيح. وده اثر عليه سلبيا في الدوري، لكن ماشي بشكل كويس، عنده ثبات تشكيل في بطوله افريقيا بشكل كبير جدا، ما بيغيرش واحد او يعني على حسب الظروف ايقافات اصابات، لكن مستقر بشكل كبير جدا في البطوله الافريقيه. بيراميدز طب النهارده رايك فيه؟ بيراميدز النهارده رايح مطمن صعد وبيلعب باريحيه. كابتن ايهاب جلال النهارده كمان كان حاطط بعض العناصر لاول مره، ما شفنا فخر الدين النهارده بقاله كتير ما كانش بيلعب، بلاتي توري خد النهارده برده، إريك تراوري برده كان بقاله كتير ما بيلعبش، كان مريح عبد الله، مريح الكارتي ونزل الشوط الثاني، رمضان مصاب. فلا النهارده كان في اريحيه، كان في رغبه عند اهلي طرابلس بشكل كبير جدا، الرغبه والروح والقتال كان عند
اهلي طرابلس بشكل كبير جدا. كان عندهم شراسه هجوميه، تنظيمهم الدفاعي حتى بعد تقدمهم بهدف كان عندهم تنظيم دفاعي واقفين بشكل كويس. حاول بيراميدز في الاخر يا كابتن بس على استحياء ما كانش فيه الشراسه في الاخر، هم الاثنين هم اللي وصلوا للدور القادم ودور النهائي. يعني تصدرك للمجموعه كان بتفرق طبعا، حاله نفسيه اللعيبه واستمرار كمان انك بتعمل ارقام في عدم الخسارة في بطولة زي كده أو في مجموعة زي كده بتبقى برضو حاجة جيدة للفريق. بس طيب يا كابتن معلش بسرعة، إن المصري وبيراميدز قادرين اللي هم يوصلوا لأبعد نقطة في البطولة إن شاء الله. ده اللي احنا نتمنى زي ما شفنا الأهلي والزمالك في يوم من الأيام كانوا في نهائي دوري الأبطال، نشوف بيراميدز والمصري إن شاء الله في نهائي الكونفدرالية. كابتن مالي ما ينفعش وأنت واحد من نجوم الأولمبي والاتحاد وما سألكش على التفاصيل الخاصة بما حدث في نادي الاتحاد وتغيير الجهاز الفني وتوجيه الشكر الكابتن حسام حسن والاعلان عن المدير الفني لنادي الاتحاد. على فكره احنا كنا سابقين اول ناس اتكلمنا عن ان كابتن عماد النحاس هو المدير الفني لنادي الاتحاد وقلنا الخبر ده امبارح. النهارده الاعلان الرسمي كان موجود بتولي كابتن عماد النحاس مديرا فنيا لنادي الاتحاد. رايك في توجيه الشكر ورايك ايضا توجيه الشكر كابتن حسام ورايك في فكره وجود كابتن عماد النحاس كمدير فني نادي الاتحاد في الفتره القادمه؟ طبعا انا يعني بتمنى التوفيق لكابتن عماد النحاس لان عنده ماتش الاهلي الماتش اللي جاي، فبرضه يعني لما تمسك فرقه لسه وعندك ماتش بتلعب نادي الاهلي الماتش اللي وراه بيبقى ماتش يعني مسؤوليه كبيره جدا. نادي الاتحاد كابتن فاروق، انا شايف ان الاستاذ محمد مصلحي استجاب يعني لضغوط الجماهير. نادي الاتحاد نادي جماهيري كبير جدا، انت لما تيجي تشوف الجدول نادي الاتحاد عنده لعب 12 مباراة فاضله مباراة، يعني اللي فوقيه لعب 13 مباراة وعنده 14 نقطة. لو كسب اللي فوقيه 14 سيراميكا، ام بي فوقيه 15، المصري 16، فاركو 17، يعني الاتحاد لو كسب ماتش هو في المركز ال 11، لو كسب ماتش ممكن يبقى في مركز سابع او المركز السادس. فشايف ان كان في استعجال، قصدك يعني استعجال لان الهدم سهل يا فاروق لكن البناء صعب. طب ولو كان السبب مش يعني انا وجهه نظري مش فني، مادي. مقابل مادي كابتن حسام كان لا يتحمله خزينه نادي الاتحاد في التوقيت ده، ده وجهه نظري انا الشخصيه يعني اللي استشفتها. بص يا فاروق يعني انا برضو انا يعني من اسكندريه ولعبت نادي الاتحاد، استاذ محمد مصلحي بيوفر لكل مدير فني بيجي صراحه بيوفر له كل حاجه هو محتاجها، فهمتني؟ فانا شايف ان استعجلنا شويه في الموضوع ده، لكن لو هو الموضوع ماديا او حاجه مرتبطه بال ما انت بتقول الموضوع مش فني، كان ممكن الامور تتحل. انا بقول ان لسه بدري مكسب حتى. ممكن يبقى كابتن حسام مش موفق دلوقتي لكن لسه الدوري طويل جدا، وكان ممكن بقول لك ماتش يفرق معايا بقى في المركز السادس وفي المركز ال 11 ولسه بدري جدا. انت عارف الدوري كل الناس قريبه من بعض، ف يعني اتمنى التوفيق للكابتن عماد النحاس وخطوه للكابتن حسام الجاي ان شاء الله تكون موفقه باذن الله. طيب عندي فقره نمبر 1 لان الحلقه بتنتهي يا كابتن، ودي فقره مهمه. فقره نمبر 1 بتختار بالنسبه لك الافضل او نمبر 1 بالنسبه للصور اللي هتتعرض امامكم حاليا. النهارده امامكم الصوره دي رجل مباراه المصري والقطن الكاميروني كابتن مرعي، هل هو معين الشعباني ولا حسن علي ولا جريندو النهارده؟ معين الشعباني كابتن اهيب. معين وطبعا كابتن معين الشعباني، وجريندو اختيار وحسن علي اختيار موفق جدا من اسس البرنامج. تمام معين الشعباني. معين. طيب الصوره بعد كده افضل لاعب في الاهلي امام المريخ من وجهه نظركم برضو محمد شريف بيرستاو احمد عبد القادر. احمد عبد القادر. احمد عبد القادر. احمد عبد القادر. طيب افضل لاعب في الزمالك امام بيترو اتلتيكو، هل هو امام عاشور، احمد سيد زيزو، سيف ديني الجزيري؟ مرعي. امام عاشور. احمد سيد زيزو انا يعني هو بالنسبه لي افضل لاعب في نادي الزمالك في الفتره الحاليه. تمام بشكل عام يعني. طيب لاعب فوجئت باستبعاده من المنتخب، هل هو محمد شريف، ابراهيم عادل، مهند لاشين، كابتن مرعي؟ محمد شريف. محمد شريف. ايهاب؟ محمد شريف طبعا. محمد شريف. طيب لاعب فوجئت لاعب محترف فوجئت باستبعاده من المنتخب ايضا، مصطفى فتحي، كوكا، احمد ياسر، ريان؟ كان عندك مفاجأة في الثلاثة دول؟ لا هما ثلاثة برا يعني. هما ثلاثة برا لكن أنا كان نفسي إن أوكوكا يبقى موجود يعني. أنت برضو من رصاصات الحرب يعني ده اللي فوجئت إن هو يبقى مش طيب. أنا كان نفسي أشوف مصطفى فتحي. ده اللي فوجئت؟ لا مش فوجئت، أنا كان نفسي أشوف مصطفى فتحي لكن المفاجأة بالنسبة لي لا يعني. تمام. طيب لاعب تمنيت انضمامه للمنتخب، هل هو أحمد عبد القادر، أحمد رفعت، اسم آخر يا كابتن مرعي؟ اسم اخر
او الاثنين دول واحد من هما الاثنين طبعا هما الاثنين اتمنىهم طبعا. لسه كنت بكلم مع ايهاب بقول لهم دول صحاب حلول يعني. هما الاثنين ومتفقين كمان على الثالث هما الاثنين وابراهيم عادل. طيب الطريقه الافضل لكروش هل هي 4 3 3 ولا 4 2 3 1 او 5 4 1 ده قدام منتخب السنغال يعني؟ انا بحب يعني انا شايف طريقه 4 2 3 1 احنا يعني اللعيبه بتلعبها في الدوري اكتر الانديه اللعيبه بتتقنها اكتر من الطريقه بتاع 4 3 3 تمام 4 3 3 وخلاص. هي اللعيبه بدات تحفظ مع مستر كروش طريقه اللعب اللي هو عايزه فهو حتى التشكيل اللي احنا بنتوقعه خلاص هو حفظ سيستمه وحفظ طريقه لعبه. تمام. افضل صفقه في الدوري هذا الموسم اللي هو ناصر ماهر مابولولو وليد الكارتي. ناصر ماهر وليد الكارتي لاعب بيراميدز. طيب افضل لاعب شاب في هذا الموسم هل هو احمد عاطف، احمد عادل ميسي، حسين فيصل؟ كابتن احمد عاطف لاعب فيوتشر فريق كويس قوي فريق كويس. تمام. افضل مدرب الموسم ده موسيماني، هاب جلال، احمد سامي؟ احمد سامي. ايه كابتن احمد سامي. انا بحب كابتن. تمام. افضل مدرب شاب هذا الموسم على فكره احمد سامي شاب برضه يا جماعه. هيثم شعبان، تامر مصطفى، عبد الحميد بسيوني؟ تامر مصطفى. ايه كابتن تامر مصطفى لان الامكانيات اللي معاه محدوده وبيعمل مجهود كبير جدا. لو تامر خلي بالك انا لعبت معاه في المقاولين موهوب وهو بيلعب يعني تحس ان هو كان بيدرب يعني الامكانيات صعبه كمان يا كابتن المقصه معاه بس بيحارب. تمام. كل التوفيق لكل المدربين. احنا نتمنى يبقى القاعده تكبر من المدربين على اعلى مستوى ان شاء الله كلهم يعني عندهم طموح. اشكركم كباتن، شكرا كمرعي، شكرتك النهارده مبسوط بيها. شكرا كابتن، مبسوط بيك. ايهاب مبسوط ان انا شفتك حبيبي وكل التوفيق ليك الفتره الجايه ان شاء الله. الله يخليك كابتن سعيد جدا بتواجد مع حضرتك. كل التوفيق ليك يا مرعي. شكرا. اكيد حلقه كانت مميزه. خليني بس قبل ما اختم مع حضراتكم اقول لكم نتائج الدوريات الاوروبيه النهارده. كان في عده مباريات في الدوري الانجليزي النهارده في الجوله 30. ليستر سيتي بيفوز على برنتفورد 2-1 وتوتنهام بيفوز على وستهام 3-1. ده في الدوري الانجليزي. اما الدوري الاسباني قادش بيفوز على فياريال 1-0، سلتا فيجو بيتعادل مع ريال بيتيس 0-0، إشبيلية أيضا بنفس النتيجة بيتعادل مع ريال سوسيداد، وبرشلونة بيفوز على ريال مدريد 4-0. أما الدوري الإيطالي يوفنتوس بيفوز على ساليرنتانا 2-0، وأمبلي مع هيلاس فيرونا بيتعادلوا 1-1، وروما بيفوز على لاتسيو 3-0، وبولونيا بيخسر من أتلانتا 1-0. دي نتائج الدوريات الاسباني والانجليزي والايطالي. ان شاء الله هتكون حلقه جديده من بريمو بكره. استنونا، تصبحوا على خير.